عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيت عرضه، وهذا عرضه، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة، نسوق بسمعة طيبة، ندافع عنه كل ما نملك. لأن عيالي ترى التاريخ يكتب، بعد 50 سنة، بعد 100 سنة بنعرف شو يتعلمون عيالنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا. إذا ردينا الخبر طيب ورفعنا الراية، نكون باعتزاز نحن نخليهم يدرسون هذا التاريخ. وفخر اللي بيقاتل على دار لها عز ولها حاضر وماضي، وتشوف مستقبلها قدام عيونك. شباب مثلكم ادفع الفاتحة.